أبنائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اليوم إن شاء الله شرح مادة تقنية المعلومات للصف الثالث علمي. شرحنا في الحصص الماضية المصفوفات، تكلمنا عن المصفوفة أحادية البعد، تكلمنا عن المصفوفة ثنائية البعد. إن شاء الله اليوم حناخد تطبيق على المصفوفة أحادية البعد، تطبيق لزيادة الشرح. عندنا تطبيق موجود طبعا في الكتاب، نحاولوا ان نطبقوا الكتاب هذا. من ضمن التطبيقات على المصفوفات عندنا التطبيق الاول، هو عباره عن ان يطلب مني اني انفذ برنامج بلغه البيزك المرئي يتم تخزين عدد 5 عناصر في المصفوفه احاديه البعد. خزن 5 عناصر في مصفوفه احاديه البعد، يعني محتاج مصفوفه فيها 5 خانات، مصفوفه فيها 5 خانات. الطلب الثاني طلب مني أني أقوم طباعة، أو بعد ما نخزن أني نطبع جميع العناصر، نقوم بطباعة جميع العناصر. والطلب الثالث أني نبحث عن عنصر معين داخل المصفوفة ويطبع جملة العنصر موجود عند وجوده بالمصفوفة، وغير موجود في حالة عدم وجوده بالمصفوفة. يعني نحن أول حاجة لابد نعلن عن مصفوفة، مصفوفة فيها 5 خانات، ثم نقوم بتخزين 5 عناصر في داخل المصفوفة أحادية البعد. ال5 عناصر هذه بنستخدمه input box للتخزين. أيضا طلب مني أني بعدين نجي للمصفوفة ونطبع العناصر اللي موجودة في المصفوفة. وآخر حاجة أني مفروض أنا نبحث عن العناصر، يعني أنا محتاج اني نبدا في الفيجوال بيزك، نفتح الفيجوال بيزك، محتاج اني نصمم فورم. الفورم هذه يكون فيها 3 ازرار، الزر الاول نستخدمه عشان يسمح لي اني ندخل البيانات داخل المصفوفه، الزر الثاني الغرض منه اني انا ان نطبع بيانات المصفوفه، اي نستخرج البيانات تاع المصفوفه، والزر الثالث مطلوب مني أني أنا نبحث عن بيانات مصفوفة. إذن المفروض أني أنا ننزل command 1 command 2 و command 3، يعني 3 أزرار ننزلهن، أزرار أمر. كل زر من الأزرار هذه نقدر ننفذ به أمر معين، ونغير الكابشنز متاعهن، أي نغير العناوين الظاهرية لها. نحن عارفين ان الكابشن هو يستخدم لتغيير الاسم الظاهري، وهي عبارة عن خاصية موجودة في مربع الخصائص. يعني انا لما بنغير كابشن، اما بنستخدم اني نغير الكابشن عن طريق مربع الخصائص، او اني نغير الكابشن من داخل البرنامج، حيث اني نبدل من مستكشف المشروع على الكود، ونقدر في الفورم لود نقول له غير لي الكابشن بتاع الكوماند. ولكن نحن حناخذوها اثناء التصميم، نجو يعني حاليا على الكوماند 1، مجرد ما ندير كليك كوماند 1 نعدل الكابشن بتاع الكوماند 1 في مربع او في نافذة الخصائص، نغير كلام الكوماند 1 ونسميه زي ما هو طلب مني، ادخال العناصر. ايضا طلب مني ان في الكابشن بتاع الكوماند او الكوماند 2 حتكون فيها بند اللي هو طباعة العناصر. وطبعا هذا او تغيير العنوان الظاهري نستخدمه فيه الكابشن، نستخدمه فيه الكابشن بتاع الاداء. الكوماند 3 ايضا طلب مني اني انا نستخدمه، او الزر هذا يكون للبحث عن العنصر او البحث عن عنصر. بالشكل هذا انا جهزت الفورم متاعي، النموذج متاعي فيه بوتن او بطمة، زر امر ادخال العناصر. كيف غيرنا من كوماند 1 الى ادخال العناصر؟ استخدمنا خاصية الكابشن. ايضا الزر هذا غيرناها الكابشن بتاعها لطباعة عناصر، والزر هذا غيرناها الى البحث عن
عنصر. كويس، هذا صممت الشكل بس، لكن انا توا بنبدا نكتب الكود. الكود شنو نبي ندير فيه؟ اول حاجه نبي نعرف او نبي نحجز او نبي نعلن المصفوفه، وقلنا كلها نفس المعنى، تعريف او حجز او اعلان كلها نفس المعنى، عباره عن ان طبعا يندار الكلام هذا في الكود ويكون في الجنرال، جزئيه الجنرال من البرنامج. نجي على الكود هنا، خليه على الجنرال او موجوده هنا الجنرال، ونجي نبدا نعرف المصفوفة امتاعي. وطبعا نحن نقدر نختار اي اسم من المصفوفة، ممكن نسميها اي، ممكن نسميها بي، زي ما انا نحب. دايم، طبعا الامر دايم عارفين انه هو يستخدم لاعلان مصفوفة، ويستخدم ايضا لتعريف المتغيرات. دايم اسم المصفوفة، اي اسم انت تختاره براحتك، بس يكون يخضع لشروط تسمية المصفوفات والمتغيرات. اي طبعا نبو كم خانة فيها المصفوفة؟ نحن قلنا نبو فيها 5 خانات، يعني ممكن تقول، ما نقولش 5 لان لما نقول 5 معناها ممكن نحجز 6 خانات، فحتكون عندي خانة فاضية، فانا نقدر نقول 4 خانات. ليش؟ لان هو يبدأ من الصفر، فلما نقول له دايم A4 ونحجزها، بما اننا بندخل فيها قيم اذا نحجزها as integer، يعني نوعها عددي صحيح، نوعها عددي صحيح. الطريقة هذه تو انا اعلنت عن مصفوفة اسمها A، وبالمصفوفة هذه 4 أو 5 خانات. ليش قلنا 5 خانات؟ مع ان هنا مكتوب 4 لانه يبدأ من الصفر، اذا عناوين الخانات متاعها 0 1 2 3 4، اذا 5 قيم as integer ونوعها صحيح، عددي صحيح. طبعا في الجزء الجنرال يتم تعريفها. الآن نبو نكتب الكود أو الإجراء الفرعي اللي يدير لي إدخال العناصر، الكود اللي يدير لي إدخال العناصر. طبعاً نحن تكلمنا أن عند النقر على بوتن أو كوماند نسموه نحن هذا شنو؟ حدث. لما ندير دبل كليك عليه يظهر عندي برايفت سب، لاحظ أن هذا الكوماند راه موجود في الجنرال، مجرد أنا ما ندير عليه كليك ريتو يظهر عندي جنرال، يبقى في الجزء الجنرال من البرنامج. مجرد ما نضغط هنا هو عبارة عن حدث كليك على الأداة اللي هي كوماند، الأداة كوماند هذا سموه حدث. إذن برايفت سب كوماند 1 كليك، إذن حدث عند النقر على كوماند 1. شنو يصير عند النقر على كوماند 1؟ نحن نبو نستخدمه البرايفت سب هذا أو الإجراء هذا لإدخال قيمة، لإدخال قيم. فمثلا على سبيل المثال نجو نقوله مثلا ممكن نعرفه الاي والاي اللي هي ندخله المصفوفه، وممكن لا، يعني مثلا عندنا اجراء هذا الإجراء متاعنا، لاحظ إدخال العناصر ونشوف وش درنا. لأن احنا عرفنا نحن درنا 4i تساوي من 0 إلى 4، من 0 إلى 4. ليش درنا نحن هذا الإجراء؟ درناه عند النقر على الكوماند 1، عند النقر على الكوماند 1 4i تساوي 0 إلى 4، يعني تدور الحلقة 5 مرات، تبدأ من 0 وتنتهي عند 4. A of I input box اللي هي مقصود بها إدخال العناصر، إدخال العناصر يعني أول حاجة نحن درناها إن قمنا بإدخال العناصر، قلنا 4i عند النقر على command 1 أبدالي في حلقة اللي يأخذينها من سنة ثانية، حلقة هذه تتكرر من قيمة 0 إلى 4، إذن تتكرر كم مرة؟ 0 1 2 3 4، إذن 5 مرات لإدخال 5 قيم. A of I يعني المصفوفة A اللي نحن معرفينها of I، وهذه حسب قيمة I، لما كانت قيمة I بصفر إذا كأني نقول له A of 0. A of 0 يعني الخانة أو الخلية رقم 0 في المصفوفة A، الخلية رقم 0 في المصفوفة A. شن تساوي A of 0؟ نتصور أن بدينا I تساوي 0، نقول A of 0 تساوي input box ادخل العنصر، معناها ان
القيمة اللي حتدخلها، القيمة اللي حتدخلها وين يتم تعيينها؟ في الخلية A of 0. A of 0 معناها الخلية 0 من المصفوفة A، من المصفوفة A. يعني لما نقول A of 0 تساوي input box معناها الخلية رقم 0 من المصفوفة A حتساوي ما يتم إدخاله في الانبوت بوكس. هذه طبعا المشغل هو اللي يديرها. بعدين ياخذ نيكست اي ويرجع مره ثانيه. لما اكس اي يرجع مره ثانيه حياخذ قيمه اي مثلا بواحد اللي هي القيمه الثانيه. حتقعد هذه ما عادش تقعد اي اوف 0، حتقعد اي اوف 1 لان قيمه اي تغيرت، لان احنا استخدمنا دليل الحلقه كدليل مصفوفه. اصبحت اي اوف 1 برضه انبوت بوكس. يقعد المؤشر عندي في الكمبيوتر مشير على الخليه رقم واحد من المصفوفة A. ما يتم إدخاله في هذه الحالة في داخل المصفوفة أو في داخل الانبوت بوكس يتم تعيينه في A of 1. نجي نجربه توا على سبيل المثال. لو ضغطت أنا ونفذت البرنامج، لما نجي نقول ادخل العناصر شنو حيصير؟ حيصير حدث، هذا عبارة عن حدث، كليك، دير كليك عليه يصير حدث، يعد ينفذ الإجراء، ينفذ الإجراء اللي ساير على عند النقر على الكوماند 1 اللي هو بالضبط هو الإجراء هذا، اللي هو بالضبط الإجراء هذا اللي هو private sub command 1 كليك. يعني عند النقر على هذا الزر حيتم تنفيذ هذا الإجراء. شنو يصير؟ حيبدأ قيمة I بزيرو. لو قلنا هيك كليك، لاحظ عندي طلع هذا اللي هو الانبوت بوكس. منين جاء هذا؟ مجرد ما أنا درت كليك عدى نفذ هذا الإجراء، دار قيمة I تساوي من 0 إلى 4 وخذ أول قيمة لـ I. قعدت هذه A of 0 اللي هي A of I معناها A of 0 تساوي input box ادخل العنصر. طلع عندي الصندوق هذا. لو أنا دخلت قيمة هنا، القيمة اللي تم إدخالها هنا شنو حيصير؟ حيتم تعيينها مباشرة وين؟ في الـ A of 0 أول قيمة. خلونا نركزوا، قلت 6 أنا، نركزوا مع بعضنا. الستة هذه معناها حتتخزن في الـ A of 0، يعني القيمة أو الخلية 0 من المصفوفة A. لو قلت له أوكي حيطلب مني قيمة ثانية. لما قلت أوكي أنا شن صار؟ تم تخزين وتم تعيين القيمة في الـ A of 1 أو A of 0 وخذها I التالية اللي هي 1. شنو حيصير؟ حتقعد A of I أو A of 1 بدل A of I. طلب مني صندوق مرة ثانية حندخل قيمة، يعني حتكرر معي العملية هذه كم مرة؟ 5 مرات إلى أن تصل قيمة I بـ5 حيخرج من الإجراء وينتهي. هذه القيمة الثانية. هذه القيمة التاسعة، القيمة الثالثة اللي هي A I بكم؟ باثنين، يعني A of 2. هذه القيمة مثلا الرابعة اللي هي A of 3. وآخر قيمة تو قيمة I أصبحت 4، حياخذ آخر قيمة عندي بهذا الشكل. بالشكل هذا كملنا الإدخال، يعني أدخلنا البيانات داخل المصفوفة، أدخلنا البيانات داخل المصفوفة. الزر هذا متاع طباعة العناصر شن درنا فيه نحن؟ شن درنا؟ جينا نرجعه مرة ثانية عشان نفهمه نحن، ننفذوه عشان نشوفه شنو يصير عندي. شفتوا القيم أعطاني 6 8 9 1 4 اللي هن دخلتهن أنا بالتوالي في الخانة 0 من المصفوفة A، في الخانة 1 من المصفوفة A، خانة 2، خانة 3، خانة 4. ليش؟ لان انا استخرجت. حنشوف الكود اللي نحن درناه، وقفوا البرنامج، شوفوا الكود اللي نحن درناه. هذا طباعه العناصر. لما ندير عليه دبل كليك شوف الكود اللي انا دايره هنا. برايفت سب كوماند تو كليك، ردوا مره ثانيه نقولوا شنو معنى الكلام هذا؟ هو اجراء خاص عند النقر على الكوماند تو، يعني حدث عند النقر على كوماند تو يصير رد فعل. الرد فعل هو الكلام اللي موجود بين برايفت سب وانت سب. شنو قايل له؟ قايل له 4i equal 0 to 4. ليش قلت له 4i equal 0 to 4؟ عشان يبدا من اول خانه في المصفوف ويبدا يقرا ويطلع، يقرا ويطلع. نستخدم الاي كدليل حلقه. قلت له 4i تساوي 0 to 4، يعني ابدا لي حلقه i من 0 الى 4، يعني 5 قيم، 5 مرات تدور الحلقه. في كل مره تتغير قيمه i، فلما نقول له print a of i اول وحدة لما كانت i تساوي 0 حيعدي print a of i، معناها عدي للمصفوفة اللي اسمها a للخانة 0، اطبع ما موجود فيها، اطبع ما هو موجود في الخانة 0 من المصفوفة a. لما يقول next i
معناها شنو حيعدي يدير؟ حيعدي اي تكون بواحد، تتغير اي بواحد. برنت اي اوف اي معناها كاني قلت برنت اي اوف 1، معناها عدي للمصفوفه اللي اسمها اي واطبع محتويات الخليه رقم واحد. نيكست اي تتغير قيمه اي وتصبح 2. برنت اي اوف اي معناها اطبع محتويات المصفوفه اي الخليه 2، يعني حيعدي للخليه الثانيه او رقم 2، الخليه رقم 2 اللي في المصفوفه اي ويطبع محتوياتها وهكذا. هنجون عاودوا مره ثانيه. ادخال العناصر، ندخل قيمه، ندخل قيم اي قيم، نبوهن احنا مره ثانيه لان الشغل اللي بدري وقفناه. بهذا الشكل دخلت 5 قيم، ومجرد ما قلت دخلت 5 قيم موجودات وين؟ في المصفوفه اي. تو انا شندرت بالحركه هذه، خذيت المصفوفه اي وعبيتها بخمس قيم باستخدام الانبوت بوكس. شو اللي حرك فيها من خليه الى خليه؟ هو دليل المصفوفه اللي هو اصلا دليل الحلقه. نجي لما نقول لا اطبع توا طباعه، شنو حيدير؟ حيعدي الاول زي ما قلنا هنا، يعدي يستخدم حلقه عشان يدور على المصفوفه بالوحده بالخليه رقم 1 2 وهكذا، او خليه 0 1 2 3 4. قلت له طباعه، لاحظتوا ان طبع القيم اللي انا دخلت 5 7 3 9 1 على حسب الادخالات متاعي. بالشكل هذا انا عرفت كيف ندخل العناصر بالطريقه هذه. ادخلت العناصر وبعدين انا استخدمتها للطباعه. هو طلب مني ايضا اني انا نبحث. كيف نبحث؟ ندير بحث. درت زر سميته بحث عن العنصر. بحث عن العنصر هذا درت تحته اجراء معين، دايم اكس از انتجر، وهنا اكس هي متغير، الاكس هنا متغير مش مصفوفه. دايم اكس از انتجر يعني عرف لي متغير عباره عن خانه وحده، وهي الخانه هذه نوعها انتجر صحيح. ايضا طلبت منه ان يعرفني متغير ايضا اسمه تشيك، هذا متغير تشيك، متغير يعني انت حر ممكن تسميه اي اسم اخر، بس المهم يكون يخضع لشروط تسميه المتغيرات. دايم تشيك از بوليان اللي هو يا اما له حالتين، البوليان فولس وثرو، البوليان معناها له حالتين فولس وثرو، تحقق او عدم تحقق، تحقق او عدم تحقق. فتشيك له، حطينا الحاله الاولى له هنا فولس، قلنا المتغير اللي اسمه تشيك اعطيناه قيمه افتراضيه ابتدائيه فولس، ما بيناش نقول له ثرو، اعطيناه قيمه ابتدائيه فولس. بعدين طلبت منه انه يدخل القيمه اللي بيبحث عنها، ادخل العنصر اللي تبحث عنه، مثلا بنبحث عن 6، فاعطيته انبوت بوكس عشان ناخذ الرقم اللي بيبحث عنه. شنو بندير؟ بمجرد ما هو اعطاني الرقم اللي بيبحث عنه، نبي نعدي للمصفوفه ونقعد نبحث بالخليه في داخل المصفوفه موجود ولا مش موجود. كيف نقدر انا نمر على المصفوفه هذه بالخليه؟ معناها نبي ندير حلقه بعدد الخانات نتاع الخليه باش يقدر، او عدد خانات المصفوفه باش يقدر يمر بكل مره على خليه ويقارنها بالمتغير اكس اللي انا نبي، او المتغير اكس اللي انا بنتاكد منه هل هو موجود ولا مش موجود. يبقى الاكس هذا اللي نحن بندخلوه هو اللي بنقارنوه بالمحتويات نتاع الخليه او محتويات المصفوفه. فبديت حلقه 4i تساوي من 0 الى 4، لان هي المصفوفه متاعي 5 خانات، فبنفس الحلقه نفكر فيها ونديروا فيها عشان كل مره نديروا تشيك نختبره من 0 الى 4. اذا كان عارفين جمله اف، طبعا اف a of i تساوي x then check تساوي through، يعني اذا كان لقاها ال a محتويات الخليه تساوي الاكس اللي نحن دخلناه عشان نبحثوا عنه، حتتغير قيمه التشيك من فولس الى ثرو. غير ذا نيكست اي علشان يرد، يعني امتى تتغير، امتى تتغير قيمه التشيك الى ثرو اذا كان لقى القيمه في وحده من الخلايا نتاع المصفوفه. يعني خلينا نتكلموا او نشرحوا اكثر. اذا كان دخلت قيمه اكس مثلا 5، اذا كان طلبت منه انه يدخل قيمه 5 وقلت له ابحث لي عن قيمه 5، فهو شنو حيدير؟ حيجي ياخذ قيمه اي تساوي من 0 الى 4، ياخذ اول قيمه لاي هي بصفر ويجي هنا. اذا كان اي اوف 0، لان قيمه اي بصفر، اي اوف 0 يعني محتويات الخليه 0 من المصفوفه اي تساوي اكس، اذا غير لي تشيك ثرو. اذا كان لقاها فعلا تساويها، يعني دخلت 5 وجاء لقى الاي اوف 0 محتويات الخلية 0 من المصفوفة A تساوي 5 حتى تغير قيمة تشيك إلى ثرو.
ما لقاهاش تسويها حتستمر قيمة تشك زي ما هي فولس اللي هي القيمة الابتدائية متاعها. نكست حياخذ نكست، طبعا زي ما قلنا نحن نكست ممكن تقول نكست اي وممكن تقول نكست بس. نكست يرجع ياخذ قيمة اي بكم؟ بواحد، يغيرها طبعا تغير الفور تتغير من صفر بعدين تغير واحد اثنين كل مرة قيمة. فنكست حياخذ اي التالية اللي هي اي بواحد. حيقعد هنا اف اي اوف اي، اي اوف اي معناه اي اوف 1 لان قيمة اي بواحد. اذا كان محتويات الخلية رقم واحد من المصفوفة A تساوي X حتتغير قيمة تشكل ثرو، وهكذا نين يوصل إلى آخر قيمة من قيم 4 اللي هي 4، اللي هي 4 تقعد FA of 4 of 4 تساوي X. إذا كانت قيمة A of 4 يعني الخلية رقم 4 من المصفوفة A المحتويات متاعها تساوي نفس X ذن حتتغير تشك. إذا كان مر على المصفوفة بالكامل بدون ما تساوي قيمة من قيم محتويات المصفوفة أو الموجودة في المصفوفة بدون ما تساوي X، شنو حيصير؟ مش حتتغير قيمة تشك إلى فولس وحتستمر قيمة تشك فولس، أم تتغير قيمة تشك إلى ثرو إذا كان لقى وحدة من القيم اللي في المصفوفة بعد ما يمر عليهم بالوحدة ويختبرها هل تساوي X، يأخذ الثانية ويختبرها هل تساوي X ويأخذ الثالثة وهكذا لعند آخر قيمة. لعندما إذا كان لقى واحدة منهن إذن ستتغير قيمة تشك إلى ثرو. بعد ما ينتهي من الحلقة حيجي هنا دايرين نحن هنا اختبار، إذا كان F تشك تساوي ثرو يعني تغيرت في حالة من الحالات هنا إلى ثرو ذن حيطبع لك الرقم موجود. إلس غير ذلك، إذا كان ما لقاهاش فولس، ما لقاهاش فولس يعني ما فيش أي قيمة من القيم اللي موجودة في المصفوفة أثناء دوران الحلقة تساوت مع X، إذن تشك ما تغيرتش في الحالة هذه حتكون شنو؟ ما تسويش ثرو تشك. إذن else في الحالة هذه يعني حيطبع لي برنت غير موجود. حنجو نجربوا المثال مرة ثانية بهذا الشكل عشان تأكدوا. ندخلوا العناصر اللي هو حدث الأول متاع الكوماند 1 اللي عن طريقة درنا حلقة عشان ندخلوا بها قيم داخل المصفوفة، فاستخدمنا input box بيش ندخل قيم داخل المصفوفة. فحنجيروا واحد بالتوالي كي ثلاثة خمسة سبعة تسعة، هذه آخر قيمة من الخمسة. بالشكل هذا دخلت تو المصفوفة موجود فيها خمس قيم، واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة دخلناهن. لو نطلب منا أن يطبعهن شن درنا فيها تحت زر الطباعة اللي هو هنا؟ درنا حدث أو إجراء، هذا حدث درنا إجراء، قلنا عند النقر على طباعة العناصر شن حيعد يدير؟ حيجي للمصفوفة، حيجي للمصفوفة أو يدير حلقة ويجي يبدأ من أول خلية في المصفوفة اللي هي A of zero يستخدم فيها دليل الحلقة اللي هو استخدمناه كدليل المصفوفة، ويبدأ يستخرج في القيم عن طريق برنت، فيقول برنت A of I اللي هي عبارة عن شنو؟ دليل الحلقة الآي واستخدمناه كدليل المصفوفة. بما أنها تتغير كل مرة إذن المؤشر متاع الكمبيوتر يتغير من الخلية زيرو في المصفوفة إلى خلية رقم واحد في المصفوفة إلى خلية، وهكذا العلم يكمل جميع البيانات. فلما نقول له طباعة واستخدمت برنت بيش نستخرج، فقلت له أطبع ما هو موجود في الA of zero وهكذا، والA of one وA of two وهكذا. فلما نقول له طباعة حيستخرج لي البيانات زي ما نحن قلنا واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة. البحث أيضا شن درنا؟ دخلنا قيمة، عرفنا متغير بوليان، ومتغير بوليان معناها أنه يكون يا إما فولس يا إما ثرو، عطيناه قيمة افتراضية فولس أنه غير متحقق يعني مش متحقق النتيجة متاعه أو ما خذاش قيمة ثرو. فشن درنا؟ عطيناه له قيمة ابتدائية وبعدين جينا دخلنا القيمة عن طريق input box عشان نبحثوا عليها، طلبنا منه أنه يدخل قيمة، والقيمة هذه استخدمنا input box وعيناها أو خزناها في متغير اسمه X. المتغير X هذا نبغى ناخذ القيمة متاع اللي هي دخلناها في البحث ونقارنوها بمحتويات المصفوفة. فشن محتاج؟ محتاج أن ندير حلقة تبدأ تدور على كل خلية في المصفوفة بوحدة، يعني ناخذ أول خلية في المصفوفة نقرأ قيمتها ونقارنها بالX، ناخذ بعدين ثاني خلية في المصفوفة ونقارنها بالX. إذا كان وحدة من القيم ساوت الX حتتغير البوليان من أو التشيك يتغير من فولس إلى ثرو. قلنا لا، إذا كان X ساوت الـ A of I يعني واحدة منهن اللي هن القيم I شنهن 0 و1 2 3 و4 اللي هن
عناوين الخلايا. إذا كان وحدة منهن ساوت الإكس اللي هو المتغير اللي دخلناه، إذا حتغير تشيك إلى ثرو بدل فولس. وبعدين درنا اختبار هنا، إذا كان قيمة تشيك ثرو إذا حيطبع الرقم موجود، وإذا كان قيمة تشيك فولس غير ذلك، إذا لم يتحقق هذا الشرط وما كانتش تشيك قيمتها ثرو يعني ما زاد فولس، إذا حيطبع الرقم غير موجود. فنحن لما نجوته وهل متأكد وهل فعلا الشغل هذا يشتغل صح ولا لا، نجي نقول البحث عن عنصر، حيطلب مني إدخال قيمة، حيطلب مني إدخال قيمة. شنو اللي طلع الصندوق هذا؟ اللي هو أنا قلت له راهي إكس تساوي إنبوت بوكس، أدخل العنصر. لاحظ أنا أدخل العنصر، يعني القيمة اللي أنا حندخلها هنا، القيمة اللي حندخلها هنا شنو مثلا؟ حياخذها ويعينها أو يخزنها في داخل الإكس، يعني إسناد القيمة اللي تم إدخالها هنا للمتغير إكس، للمتغير إكس اللي نوعه فعليا هو عبارة عن إنتجر، يعني لابد تكون قيمة صحيحة. فلنفترض أني أنا قلت له رقم 3، هل الثلاثة موجود في القيم؟ فعلا هو موجود، فمفروض يقول لي الرقم موجود. فكيف حيصير لما دخلت أنا 3؟ حيبدأ في الحلقة A اللي هي I 0 2 4 A of I، إذا كانت A of I يأخذ أول قيمة لـ I 0، أول قيمة لـ I يأخذها 0. A of 0، هل A of 0 تساوي X؟ سوى X أنا بندخلها 3 ولا لا؟ هل A of 0 تساوي A of 0 واحد، ما هيش ثلاثة، إذن مش حيتحقق الشرط هذا، مش حتغير تشيك إلى ثرو. ليش؟ لأن هنا ما تغيرش تشيك إلى ثرو إلا إذا كان الـ A of 0 الـ A of Y اللي هي فعليا توا 0 ساوت الـ X اللي هي دخلناها نحن 3. هي في الواقع الـ A of 0 عبارة عن واحد رقمها، هل الواحد تساوي 3؟ لا. إذن يعدي نكس، حياخذ قيمة I بواحد. لما ياخذ قيمة اي اي بواحد، اذا حتكون اف اي اوف 1 تساوي اكس اللي هي 3، والاي اوف 1 اللي هي هذه ثاني وحدة فعلا 3، اذا 3 تساوي 3، شنو حيصير؟ حيتغير ذن تشيك حيساوي ثرو، حتغير تشيك من فولس الى ثرو، وهكذا يستمر، مش حيتاثر حاجة عندنا، حتستمر قيمة تشيك ثرو. بعدين حيجي هنا اذا كانت تشيك تساوي ثرو، نعم تغيرت ثرو لان 3 ساوى 3 في قيمة من القيم اللي عندنا هنا، فعلا حيطبع لنا معناها الرقم موجود. حنجرب الكلام هذا هل هو صحيح، ركز معايا، حتلاحظ ان بمجرد ما قلت له موافق قال لي الرقم موجود. حنجربه مرة ثانية، نقول له البحث عن العنصر مرة ثانية وندخل له قيمة غير موجودة مثلا 4، حنقول له 4 ونقول له اوكي، لاحظ انه قال لي الرقم غير موجود لان 4 مش موجودة في ولا خلية من خلايا المصفوفة، مش موجودة في ولا خلية من خلايا المصفوفة، إذن لا هي موجودة في الخانة 0 أو الخلية 0 ولا في الخلية 1 ولا خلية 2 ولا خلية 3 ولا خلية 4، وهو يختبر فيها كل مرة، يدور بالحلقة متاعها من 0 إلى 4 ويدير في اختبار بين محتويات الخلية والرقم اللي أنا دخلته عن طريق الانبوت بوكس وعينته أو اسندته للإكس، فيدير مقارنة. فجاء أول مرة قارن الواحد بالأربعة ما لقاش تسويها، ثلاثة بالأربعة ما تسويهاش، خمسة بالأربعة ما تسويش، سبعة بالأربعة ما تسويش، تسعة بالأربعة ما تسويش، إذن في كل مرة يدير بالشكل هذا ما فيش ولا مرة تحقق الشرط هذا، إذن استمرت تشيك عندنا بحالة فولس وما تغيرتش إلى ثرو. لما جينا هنا في البروسيجر هذا أو في الإجراء هذا اختبر التشيك هل هي تساوي ثرو؟ لا، إذن انتقل إلى إلس وطبع الرقم غير موجود. بالشكل هذا نحن خذينا تطبيق على المصفوفات أحادية البعد، وأتمنى أن تكون وضحت فكرة المصفوفة أحادية البعد من خلال هذا المثال، وإن شاء الله بإذن الله عندنا مثال أخير بإذن الله في المصفوفة ثنائية البعد إن شاء الله نشرحه في الحصة القادمة، ونلتقي إن شاء الله الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.